خطر على بالي الحفلات القديمة أيام زمان. تصوروا كانت كل بنت منا تحمل بزندة كروت للرقص. الشاب يلي بيحب يرقص معك كان يكتب اسمه على الكرت. ايه؟ وقت يلي تقرب تخلص الحفلة منظر يكون بضحك. كانت هالكروت عم تتأرجح بإيدي مثل الأساور. بهديك اللحظات كون فارطة من التعب على قد ما رقصت مع الشباب. لو بقية البنات كان يصح لهم يشنقوني ما كانوا قصروا أبداً. ما كان ناقص إلا إنهم يرقصوا مع بعضهم. وشو بدي أحكي لك لأحكي لك. مرات كنت صادف بعضهم بالشارع يصيروا يعملوا لي وقلبهم محروق من الغيرة. كانت أيام حلوة. نحن أكيد ما رح نفوت بقصة الكروت. أكيد أساساً طريقة الكروت ما عادت اتطبقت من أيام صباها لفيروز خانم. إجا مهند. شو رأيكم ينضم معنا باللجنة؟ يعني ما عنده شغل غيرك؟ كان قصدي بيصير عنا أفكار تانية. ولا شو رأيكم؟ انتو كملوا، أنا صار لازم روح شوف عدنان. إذا شافني رح يستغرب؟ هبلة. مرحبا. أهلين، كيفك؟ منيحة. اشتقنا لك. مرحبا. مرحبتين. شو ما في كلام حلو اليوم؟ ما في داعي للمجاملة، الورد بيفرض حاله. ايه اقنعتني. قاعدين عم نخطط لحفلة التخرج. كتير حلو. تعا معنا، عم نحكي مع فيروز خانم بخصوص الحفلة، حابين ناخد رأيها. عمي ناطرني، هلا بجي. تعالوا خلونا نكمل. مرحبا. عود هون. أهلين فيك. شبك شكلك مو على بعضك ولا شي. والله البيك شكله مزعوج من هالسفرة. لا بالعكس، أنا كتير متحمس لهالسفرة. لكن خلينا نبلش. بدي أشرح لك الخطوط العامة وشو المطلوب منك بالضبط. تفضل. يلا أنا رح أترككم مشان تاخدوا راحتكم. Thank you.
موسيقى